بعض التقارير اتعملت وقالت ان الطامحين للثراء السريع بيتجهوا مباشرة في الفترة الأخيرة للعملات الرقمية دون ان تكون لديهم اي خبرة، وبالتالي بيخسروا كل اموالهم اللي بيضربوا بيها في العملات الرقمية. ترى ايه هي العملات الرقمية دي؟ حاجة وهمية ولا حاجة واقعية؟ طب لو هي حاجة واقعية ليه ما بنمسكهاش في ايدينا وبنبقى شايفينها زيها زي الكوين العادية او زي العملات العادية؟ يا ترى طريقة التعامل معاها بتبقى عاملة ازاي؟ ايه موضوع البيتكوين والكوين كاش والحاجات دي كلها والانواع دي كلها؟ ويا ترى فعلا ممكن يبقى في ضربه حظ كده وفجاه الاقي نفسي بقيت مليونير مليونير ولا ايه النظام؟ هنعرف كل التفاصيل دي مع ضيفنا اللي بشرفنا الدكتور عمر المحمد، دكتوراه في الاقتصاد واداره الاعمال. اهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا فيكم. اهلا بيك. بص بقى، احنا عايزين شرح مبسط كده وسهل وبسيط، فهمنا كلنا ايه موضوع العملات الرقميه اللي هوست الناس في الفتره الاخيره دي. طبعا الموضوع، طبعا العملات الرقمية اليوم، نحن أول ما بدأ النظام كان يعني نظام بشكل عام النقدي، بدأ بالمقايضة، بعدين انتقل للتداول بالذهب والفضة، بعدين العملات المعدنية، بعدين وصلنا للعملات الورقية، واليوم آخر شيء أيضا اليوم التعاملات العملات الإلكترونية اللي هي أرصدتنا بالبنك اللي نحن نبعتها، وصلنا لآخر مرحلة اللي هي العملات الرقمية. العملات الرقمية هي عبارة عن عملات موجودة بالفضاء الإلكتروني، إلى معظم خصائص العملات التقليدية، ولكن في إلى كثير اليوم من إشارات الاستفهام، سواء اليوم علماء النقد وعلماء الاقتصاد، سواء علماء الدين، سواء كل الناس اليوم عم ببحثوا فيها. الشيء اللي خلاها اليوم تكون هي مثال وحديث العالم كلياتها، الأرباح الخيالية اللي صارت يعني السنة الماضية، المتبع أسعار العملات الرقمية أكثر من 9000% أرباحها، فبالتالي هوس وجنون، فكل العالم في عنده صار في عنده هاجس، لازم ألحق حالي وأدخل بهذا السوق. فيعني هي النقطة، أنه في يعني أكثر من مبدأ التعامل ومبدأ المضاربة، مبدأ الربح، يعني أكثر من يعني العالم اليوم التوجه بالذات الفئات الشباب أو فئات الصغار بالسن، وحتى خلينا نحكي كمان لسه أكثر مدخراتهم قليلة، يعني مو أنه الأغنياء يعني كثير، هو معتمد على ضربة حظ بالضبط. فهو قاعدين يعني كان هذا هو التوجه، هذا أكثر شيء اللي خلى العالم تقبل علي الأرباح الكبيرة اللي صارت في التداولات بالآونة الأخيرة. طيب ممتاز جدا، ده التعريف بيها، ولكن احنا عايزين نعرف بقى هل هي تشبه البورصة في حاجة؟ طالما حضرتك قلت كلمة المضاربة أو بيتم المضاربة بيها في سوق العملات، هي تشبه البورصة في حاجة؟ إيه أكتر المحاذير اللي لو حد خلاص هيدخل يتعامل بيها حضرتك تقوله لازم تكون منتبه لواحد اتنين تلاتة؟ يعني هون في عنا نحن نقطة كتير مهمة. هلأ البيتكوين أول ما تم إصداره، باعتبار أن نحكي على العملات الرقمية بشكل عام، البيتكوين هو تحتل أكثر من 60% من العملات الرقمية، لذلك أكثر شيء معروفة هي البيتكوين، يعني أكثر من 60% من سوق العملات الرقمية هي لعملة البيتكوين. طبعا بال2009 هي تم إنشاء أول عملة رقمية وتم إصدارها، كان في طبعا إنشائها كان مبدئيا كعملة رقمية بدون تشفير، فكان موضوع أنه هل هي آمن هي غير آمن. لاحقا تم تشفير العملات. يعني إيه بتشفير؟ تشفير العملات اليوم نحن لما نحن نصدر أي بطاقة، يعني خلينا نبسط أكثر من هيك، لازم يكون في إلى كود سري، لازم يكون في إلى شيء يحميها من السرقة، يحميها من أي شيء. خلينا نحكي بشكل أبسط، اليوم العملات الرقمية هي عبارة عن برمجة، يعني ما في عنا نحن عملة مسكوكة أو عملة مطبوعة، ما فيش حاجة في إيدي، ما في أي شيء نهائيا، هي غير ملموسة. هي موجودة فقط على النت، لو قطعنا النت اختفت يعني. فاليوم العملات الرقمية هي اليوم موجودة، هاي العملات موجودة عن المبرمجين، هن اللي بيقوموا فيها، هن طبعا هو اليوم السوق مفتوح، يحق لأي مبرمج أنه يدخل هذا المجال ويصدر عملة رقمية لو بده، أو يساهم في تطوير عملة رقمية موجودة. وبالتالي فعنا نحن عدد هائل، كم هائل كتير كبير من العملات الرقمية، يعني أكثر من 20,000 نوع من العملة الرقمية، وكل يوم في عملات رقمية جديدة تولد نتيجة أنه هي عبارة عن برمجة يقوم بها أشخاص مبرمجين، وضعوها في إلى خوارزميات وإلى برمجيات تكون فيها. فهي طبعا الموضوع العملة الرقمية اليوم هي في إلى مخاطر جدا كبيرة. اليوم الشيء اللي خلاها تاخذ يعني في هاجس جدا كبير، انه هي العمله هل ممكن تستمر؟ هل ممكن تبقى؟ هل ممكن تكون موجوده؟ اليوم نلاحظ بعض رجال اعمال الكبار او حتى شركات الكبيره مثل شركه تيسلا مثلا، في او لو اخذنا مثلا اليابان والمانيا، اعترفوا بهي العمله كوسيله دفع.
فمما عطاها ايش؟ عطاها صبغه قانونيه، يعني صبغه انه هاي العمله في طلب علي. فهالعمله لما صار انا في عندي في طلب علي ازداد ايضا الطلب علي، ومما ادى لارتفاع قيمته السوقية وفي التداول. فاليوم في هاجس جدا كبير، لو عملنا مقارنة بين العملة التقليدية وبين العملة الرقمية، في عنا أول نقطة عدم اعتماد الدول عليها. اليوم العملة الرقمية ما في إلى بنك مركزي، ما في إلى احتياطي نقدي، يعني مش ثابت. عليها رقابة حكومية نهائيا. العملات الرقمية هي أصلا لما أنشئت أنه حتى تكون وسيلة دفع بعيدة عن رقابة الحكومة ولا تتحكم فيها الحكومات. يعني نحن اليوم العملات الرقمية ما في أي دولة بتتحكم فيها، ما في أي دولة رقابة عليها، وهذا طبعا أدى أنه في إلى مخاطر. مين القائم عليها؟ القائمين عليها هي عبارة عن مجموعة من يعني المبرمجين في مختلف دول العالم، يطلق عليهم بين قوسين عمال مناجم. هو لا في مناجم ولا في أي شيء، هي عبارة عن عملية برمجة. بيتم برمجة هاي الأكواد عبارة عن خوارزميات. هاي الخوارزميات بس ما تنشأ بنعطي نحن للبيتكوين أو للعملة الرقمية تم إنشاء رقم سري. هذا رقم مستحيل يتكرر، ومستحيل أيضا يتم أي حدا يعرفه أو يعرف يدخل لقاله غير طبعا الأشخاص اللي عم تعاملوا فيه. وتم إنشاء محافظ، هالمحافظ هاي ومنصات للأشخاص اللي بيشتروا وبيبيعوا البيتكوين أو العملات الرقمية بشكل عام. فالعملات الرقمية نحن اليوم مثل ما حكينا ما في إلى أي بنك مركزي، ما في إلى أي جهة رقابية، ما في أيضا أي جهة رقابية تشوف هل مثلا في يعني موضوع التضخم أو أسعار، يعني ممكن تعلى بأضعاف مضاعفة مثل ما أن 9000%، وممكن تنزل تهوي بشكل جدا كبير. فما في أي حدا يراقب صعوده ونزوله أو يدعم مثلا يدعمها إذا صعدت مثل العملات العادية أو يساهم في الحد من تثبيت سعرها. هاي كلها طبعا شكلت مخاوف جدا كبيرة، خصوصا أنا شايف الفترة الأخيرة بقى في الإقدام عليها يا دكتور بمبالغ كبيرة، ألاف الدولارات، ويمكن البعض يحط أكتر من كده بكثير. الإقبال عليها هو بصراحة من قبل أشخاص المغامرين، من قبل أشخاص الطامحين أنه ينامي فيه يلاقي بمحافظته أضعاف مضاعفة. هي هذا الفئة الشباب اللي عندهم هذا الطموح، وطبعا في خسارات بالجملة. يعني اليوم لو تابعنا نحن الأشخاص المتداولين والأشخاص اللي عم يتداولوا، وبالذات اللي ببدأ بحسابات جديدة، بنلاحظ أول سنة خسارة، ثاني سنة خسارة، ثالث سنة إذا بقي هو مستمر أصلا لحتى يعود يفهم آلية تحليل السوق. لأن يعني الموضوع يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى أنه يعرف أول شيء دراسة ويفهمها، يحتاج دراسة، يحتاج النقطة الثانية أنه تكون أول أصلا في عنا موضوع العملات الرقمية صار فيها عمليات نصب جدا كبيرة وبمبالغ جدا عالية. أول نقطة يمكن المنصة نفسها هي منصة وهمية، ما هي منصة حقيقية أنت عم تتداول عليها. النقطة الثانية المحفظة تبعيتك ممكن تنسرق أو يتم اختراقها من قبل هكر. فهذا الموضوع يعني بضع أمام تحديات خوف جدا كبيرة، غير آمن طبعا يعني، وفيه كتير مشاكل جدا كبيرة بالذات للأشخاص اللي ما عندهم ثقافة مالية جدا عالية. يعني لابد أن يكون عندك ثقافة مالية جدا تقعد تدرس. اللي حابب يدخل هذا المجال لازم يدرس بشكل كتير كبير. النقطة الثانية لازم يعرف أنه هذا الموضوع طويل الأجل وليس قصير الأجل. يعني هذا الموضوع ممكن يوم وليلة هبقى مليونير، لابد أنه أنت تعرف أنه ممكن أنت تشتري وتعيفهم سنة سنتين ثلاثة أربعة وتراقب هذا الموضوع. أما الشخص اللي مثلا بده يقعد يستثمر بمبالغ بسيطة ويشتري ويبيع ويشتري ويبيع، رح يصير معه إدمان التداول ورح يخسر. يعني الموضوع مثل ما حكينا في اليوم، أول نقطة الناس اللي عم تجي مثلا بتشوف آلية صعود ونزول العملات الرقمية، في شبكات كمبيوتر كتير كبيرة وذكاء اصطناعي عم بتحكم في آلية صعود ونزول بالإضافة للمضاربات. طب احنا عايزين بقى، حضرتك قلت في خضم كلامك كده المنصات دي المفروض بعض منها بيبقى فيها سرقة وبيبقى فيها نصب، فخلينا نتكلم أصلا عن المنصات دي. في ايه المنصات الآمنة اللي عايز يتعامل بالعملات الرقمية دي؟ طبعا احنا المفروض ان في شيوخ أصلا اتكلمت عنها، والبعض منهم حرمها، والبعض منهم قال ان فيها جزء من الربا، والبعض منهم قال ان فيها غسيل اموال وغيرها. طبعا احنا انا مش بفتي ومش بقول الفتوى فيها ايه، ولكن بعض الشيوخ قالوا كده. ممكن نبقى فيها في بعض الحلقات هيكون معنا اتصال تليفوني فعلا نتاكد من شيوخنا الافاضل على الموضوع الشرعي فيها، ولكن بنتكلم عن الموضوع التقني. هي الناس اللي عايزه تبدا تتعامل بالعملات الرقميه بتلجا لايه بالظبط؟ ايه المنصات اللي حضرتك بتتكلم عنها دي، وايه المنصات الامنه؟ هلا اول نقطه، نحن دائما لما بدا اجي مثلا في كل دوله، لو كنت مثلا في مصر ولا في الامارات ولا في تركيا في اي مكان، لابد انه انا اسال انه هاي المنصه هل هي معتمده ومسجله رسميا في بلدي. فاذا كانت المنصه مرخصه ومعتمده في بلد الام، فانت بالتالي
ممكن انت تتداول منه. في ايضا لما انا بدي اجي افتح حساب باي منصه لابد انه اسال انه هي المنصه هل هي مسجله قانونيا؟ انا ممكن لو صار معي حادث مثلا نصب او مثلا لو انا دفعت فلوس وما وصلت او اللي هو. النقطه الثانيه هل ممكن احول فلوسي من المنصه لحسابي الشخصي؟ يعني ممكن انا افتح حساب بمنصه خارج بلدي ولكن ما فيني احول فيها لحسابي الشخصي وبالتالي هون في عندي مشكله جدا كبيره. وصار كثير من حالات النصب وكل سنه يعني السنه الماضيه صارت هون بتركيا حادث نصب كثير كبير ملايين دولارات، منصة موجودة تداول علي العالم، قفل المنصة على أساس ساعتين لحتى يساوي له أبديت، فجأة اختفى هو والمنصة والملايين الدولارات معي. هاي النقطة وانتهت كل الملايين دولارات حولت لحساباته، وهنا ما عنديش حد يقدر يجيب لي حقي وما فيش أي جهة حكومية أقدر ألجأ لي. موضوع ألجأ مشكلة. لحضرتك تاني، ولكن إحنا معانا اتصالات من جمهورنا. من أستاذ إبراهيم من مصر، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا يا فندم. اهلا يا فندم، انا بس قاعد بتفرج على الفقره دي وهي تهمني جدا وتهم ناس كتير، خصوصا ان موضوع العملات الرقميه تقريبا بدا ينتشر انتشار واسع الفتره الاخيره. بس كان ليا بعض الملاحظات على كلام الدكتور، طبعا هو استاذنا. اتفضل دكتور، سامعك. واضح ان هو متخصص في الموضوع بس في بعض النقط حابب اوضحها. اتفضل. العملات الرقميه يعني الاول بس تعريف العمله هي اي حاجه مقبوله عند الناس، يعني انا اقبل ان انا اخدها منك وانت تاخدها مني بقيمه محدده. وطبعا دلوقتي احنا بنتكلمش سنة 2009، احنا بنتكلم النهارده سنة 2021. العملات الرقمية اصبحت ذات مقبولية عند كل الناس، فهي غصب عننا كلنا حتى لو احنا مش قابلين بالعملات الرقمية اصبحت عملة فتسمى عملة، ما فيش خلاف على ده. فكرة الرقابة، طبعا في رقابة العملات الرقمية من جميع الحكومات. انشاء المنصات اصلا عشان يبقى في منصه يتم التداول عليها يتم الترخيص لها عشان تقدر تمارس النشاط بتاعها زي باينانس وكتير من المنصات الموجوده في العالم تاخد ترخيص من الحكومات. في رقابه على العملات الرقميه، طبعا في رقابه. الدليل على كده ان انت يا استاذ ابراهيم شكلك بتتعامل بالعملات الرقميه او جربتها. طبعا انا في العملات الرقميه تقريبا من سنه 2014. اللي انا حابب اقوله ان السوق بدا يتطور بسرعه جدا، يعني فكره عدم وجود رقابه ده فعلا كان من 3 أو 4 سنين موجود، انما دلوقتي اصبح في رقابه في بعض الشركات اللي تم ملاحقتها في امريكا وبعض الدول نتيجه ان هي اصدرت عملات غير ذات قيمه ملهاش مشروع. العمله بيتحدد سعرها بناء على المشروع اللي هي بتعمله، بناء على الخدمه اللي بتقدمها للناس، وبناء على قبول الناس ليها والناس الداعمين ليها. انت خسرت. انا عايز اسالك يا استاذ ابراهيم، انت خسرت قبل كده في البيتكوين او في العملات الرقميه دي؟ والله انا كان نفسي اخدمك في الموضوع ده واقول لك ان انا اخترت، بس الحقيقه ان انا اقل صفقه دخلتها حققت حوالي 600%. في عمله انا اشتريتها سنه 2017 كان سعرها حوالي 3 سنت، انا بعتها ب 3 دولار. غالبيه الناس اللي دخلت في العملات الرقميه بدري حصلت ارباح قويه. احنا دلوقتي في عصر التحول من العملات العاديه البنكنوت. طب تشجع الناس بقى يا استاذ ابراهيم عليها. اللي هي حقيقي بدون قيمه، يعني الورق النهارده انت لو معاك 100 دولار ايه قيمتها؟ هي ورقه من الاخر، في الاول وفي الاخر. ايه اللي بيديها قيمه؟ ان الحكومه الامريكيه بتدعمها وبتقول ان انا حافظه قيمتها، انما الحقيقي هي اللي حافظه قيمتها ولا حاجه وهي بتنزل، ولكن الباور بتاع امريكا هو اللي مدي قيمه للدولار. كذلك العملات الرقميه بدات دلوقتي تجتاح العالم كله، هتبقى هي العملات الرسميه بعد كده، والعملات الورقيه هتنتهي، خصوصا ان كلنا دلوقتي بقينا بنتعامل بالفيزا كارد وغيره، فاحنا في عصر الديجيتال. طالما بقينا في عصر الديجيتال يبقى العملات اللي احنا بنتعامل بيها لازم تكون ديجيتال. هو ده بس اللي انا حبيت اوضحه. تمام، شكرا ليك يا استاذ ابراهيم. واضح جدا ان انت من مؤيدي العملات الرقميه. طبعا هو اتكلم في اكتر من نقطه. النقطه الاولى ان لا في رقابه حكوميه، وقال ما فيش خسارات بالمبالغ الكبيره دي، فحابب اسمع تعليق حضرتك على التليفون. هو النقطه بيهمني كثير انه انا لما بقول انه ما في غير اليابان والمانيا فعليا اعترفوا فيها. يعني اليوم لو اخذنا البنك المركزي في مصر هل اعترف العملة الرقمية؟ ما اعترف فيها كوسيلة دفع. لو أخذنا البنك المركزي حتى هم في تركيا هل اعترف؟ ما اعترف فيها. في كثير من الدول الحكومات إذا ما تم اعتراف البنك المركزي في العملة الرقمية كيف بدي يعترف بعملة هو لا يمتلك رصيد منه، هو لا يمتلك آلية تحكم عليه. يعني اليوم الدول كلياتها ليه ما عم تعترف؟ لأنه هي غير قادرة أنه تمتلك احتياطي منه فعلي، غير قادرة بالتحكم بالعرض والطلب اللي منه، وبالتالي هي لحد الآن كل الدول
ما عم تقدر تعترف فيها كعملة رسميا ممكن التداول فيها، اعترفوا فيها كوسيلة دفع. أوكي أنت فيك تشتري اليوم مثلا سيارات، نوع من أنواع شركة سيارات مثلا تسلا ولا غيره ولا بيوت ولا مثلا شيء، رجل أعمال قال لك أنا ببيع أساس ممكن تدفع لي، أوكي ادفع له ما عندنا مشكلة. فحتى اليوم اليابان أو حتى مثلا ألمانيا بشكل فردي مش بشكل قانوني، ما في عندنا اليوم بنك مركزي موجود إن كان بأمريكا ولا بريطانيا ولا فرنسا ولا أي دول قال لك أنا هي العملة تعتبر عملة أوكي تع أنا ممكن أتبناها وممكن أدفع رواتب بموظفين في البيتكوين. النقطة الثانية، نحن ما بنقول عملة، العملة اليوم على سبيل المثال حتى تكون هي عملة لابد أن تحقق عدة شروط. أول نقطة أنه يقبلوا كل الـ يعني البائع والمشتري في أنه تكون هي وسيلة دفع. فاليوم في كتير من المشترين ما بيقبلوا أنه يأخذ بالبيتكوين نهائيا، وفي عنده كتير من التحفظات عليها. النقطة اللي بعدها أيضا، هي العملة بحد ذاتها مو معروف لحد الآن لو إن مين هو وراء البيتكوين، أي حكومة، ما في حكومة موجودة. وبالتالي هذا الغموض وهذا الشك أو الريبة بخلي إنه في عندك مشكلة بآلية إنه هل ممكن تكون موجودة، ممكن تختفي، ممكن هاي المنصة تروح، ممكن نحن نفيق إلا أي يوم بألف ويوم بعشرين ألف. فهي مشكلة حقيقية ما في ثبات، هذا الثبات بخلي في عندي مشكلة حتى في آلية التعامل معه. فحتى اليوم علماء الاقتصاد لا هن قادرين يعرفوها كعملة وحتى إنه يعرفوها كسلعة. لأنه يعني اليوم البيتكوين في بيقول لك أنه عدد قطع البيتكوين هي 21 مليون ما رح يزيدوا نهائيا. وبالتالي هل هي نحن نعتبرها سلعة؟ فاليوم في كتير خلاف حول أنه موضوع السلعة واضح جدا أن في خلاف كبير بالزبط. عليها والناس راحة وراء المكسب زي ما الأستاذ إبراهيم لما تكلم قال 6000% باين فكرة قال كام، ولكن كان مبلغ كبير جدا في المكسب. دكتور عمر المحمد دكتوراه في الاقتصاد وإدارة الأعمال، بشكرك جزيل الشكر، وإن شاء الله نكمل حديث عنها وعن المخاطر وعن طرق الاستفادة ممكن تكون مثلا مصدر دخل لبعض الناس في حلقات أخرى بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا ليك. ولكن أهم حاجة لحد ما نتكلم فيها تاني أن أنت تتوخى الحذر، أكيد الفلوس دي أنت مش لاقيها بسهولة وأكيد أنت تعبان فيها، فلازم تبقى حريص كل الحرص على كل مليم معاك أنت عارف بتحطه فين والنتيجة هتكون إيه، علشان لو حصلت خسارة لا قدر الله أنت الوحيد اللي بتبقى خسران ومحدش هيقدر يفيدك في الآخر. بلاش تمشي ورا الحاجة الرائجة لحد ما تكون متأكد منها. نطلع معاكم الفاصل ونرجع نشوف المنيو بتاعنا تقدم ازاي من إيد دارين.